السلام عليكم الخوت، اليوم غنشوفوا مع بعض كيفاش الطريقه باش نصيبوا الكوتاكوت، يعني نصيبوها لراسنا. الريب الكوتاكوت نصيبوها لراسنا، هذا هو الماتريال اللي كنحتاجو. هذا التيو، هذا آلة الثقب باش كنفتحوا بها اي حاجه بغينا. كنستعملوه من الاشجار ديالنا اخواني في هذه المرحله. بالنسبه لي انا هو غيصلح لاي واحد عنده نباتات. اولا كنربحوا الوقت، ثانيا اللي كنا غنعطيو السماد اولا شي حاجه كنعطيوه متعادل، يعني ما كيبقاش شي هذا ياخذ لنا اكثر من هذا. كنخوي كنخلطو تخليطه وحده في الخزان ديال الماء ديالنا اولا السيتيرنا، كل واحد شنو كيقول. كنخلطوه وكنطلقوه، يعني كيجينا متوازن، خصوصا بالنسبه اللي عنده الاشجار بحالي انا. هذه بالنسبه للدراغون فروت، وبالنسبه لاي اشجار عاديه اولا النباتات راه كتحتاج الكوتاكوت من الافضل باش كتعطي راسك واحد الراحه، ما كتبقاش تاخذ تضيع من وقتك بزاف. بحال مثلا انا هنا دابا ما بقاش عندي كيفاش ندير نروي، يعني خصني تنبقى ندخل يدي من التحت وعاد نروي، الا خويت من الفوق عاوتاني ما عنديش كيفاش ندخل. المهم عندي شويه الصعوبات في الري، فلهذا غنعملوا الكوتاكوت ان شاء الله يا ربي. غادي نوريكم الطريقه كيفاش نصايبوه بكل سهوله، كيفاش نصايبوه وبالتدقيق، يعني الخدمه احترافيه ماشي ديك كل خطره غيبقى عندك ديفو. وغنوريكم هذا الماتريال اللي كنحتاجو كامل، وغنشرح لكم لحقاش كاينه عده ديال الماتريال، كاينه عده اشياء، كاينه عده اشياء بحال دابا هادو، بحال هادو كاينه، بحال هادو كذلك ومثال. انا غنشرح لكم كل حاجه والخدمه ديالها وشنو الحاجه اللي مناسبه لينا حنا كزراعه الاسطح، وحتى كفلاحه في الاراضي الزراعيه اولا في جميع المزروعات ان شاء الله يا ربي. هذا هو التيو اللي كنحتاجو على حسب القطر ديال هاد الكودات اولا. راه كاينه التيو اللي كبار من هذا وكاينه هذا. بالنسبه للكوتاكوت هذا كافي ممتاز. دابا وكنحتاجو واحد البرميل هنا، واحد البرميل ها هو. هادو من بعد غنشرحهم لكم، غنبدا معكم مرحله بمرحله باش ما نخلطوش باش ما نتلفكمش اخواني وتمشيو بتكشي بالتدقيق. غنبداو اللي شرحناها غنصيبوها، وفي الاخر غنشرح لكم هادو كاملين. هاد الروبينيات هادو ديال البلاستيك، هاد بحال هاد الروبيني دابا هذا حنا غنشرحوه دابا. هادو من بعد غنشرح لكم كل حاجه والخدمه ديالها. مثلا هاد اللي هكا هاد الخلفه كاين هاد الكودات، كاين اللي فيهم هذا كيسد ويقطع، غنشرح لكم عليهم. دابا كناخذوا عندنا واحد يعني واحد الخزان كيف ما العبر اللي بغيتي، العبر اللي كيقدك. انا نعطيكم مثال، مثلا انا هاد البرميل هذا كما كتشوفوه الا ما كفانيش ملي غيخوى اولا يضرب فيه النص غنولي نكملوا ديك المقدار اللي غنحتاجو انا لهاد الاشجار هادو. فلهذا ما ناخذش الحجم كبير، يعني نبقى غير مزيرني فيما مشيت كيكاليني، ناخذ على قد العبار ديالي. كل واحد غيعمل العبار ديالو. بالنسبه لهاد الخزان كنعملوا له واحد الروبيني بحال هكا، اي روبيني بغيتي. كاينه ديال الحديد، بغيتي تعمل ديال الحديد كل ما انت واللي بغيتي، على حسب اللي غيجي لك في هاد الجعبه اللي غتعمل فيها العبار اللي غيجي لك في هاد الجعبه هو اللي كيحكم لك اللي غيجيك فيها الكوتاكوت هاد التيو هذا. بالنسبه هاد واحد المعلومه على هاد الروبيني هذا، رانا خديت جوج لحقاش انا نعمل جوج. هاد الكروه هادي كناخذوها من عند الدروغري، كتباع غير عند الدروغري هذا، كناخذوها معاه. هاد الكروه هادي اللي لاحظت فيها انا كتلعب، يعني غتفور ملي غنزيروها الا بغينا نضغطوا عليها مزيان باش ما تبقاش تخلي الماء يخرج لنا من هاد المكان هذا. غادا تاكل هاد الفلتاج ديال البلاستيك هذا وغادي غادا تفور لنا وما غتزيرناش مزيان. انا في هاد المرحله جبت لك كروه، هاد الكروه هي هادي، جبت كروه واحده اخرى هادي ديال عاديه، يعني ديال السيارات قويه ما فيهاش نهائيا، كتدخل قاصحه غتدخل. هادي غنزيرها غنتهنى منه دائما، هادي كتلعب. بغيتي تعمل واحد بحال هادو، ها همايا كتجيبو ديال عند دروغري نيت، تجيب بحال هذا تا هو راه كيجي الفلتاج ديالو مزيان، كيدخل مزير، ها هويا ما غيفوري لك شي، ولكن هذه افضل منه، هو ما غيفوريش تا هو غيزير. هذا اللي كيجي غير ديك الملتقى اللي كي ما بين الجعبه الكبيره والصغيره وكنخدمو حتى هو. بالنسبه لهاد الكروه هذه، هاد الكروه هذه كنصحكم بلا ما تجيبوها، لحقاش انا جبتها غير باش نشرح لكم عليها. لحقاش غتمشي عند الدروغري واخا انا غنوريك هادو، هو غتمشي يقول لك ها هي اللي غتخدم لك. انت غتشوفها هكا بالروندي الى ناضيه غتقول هادي ممتازه غتعجبك، ولكن ملي غتجي تزير الا كان خصوصا الا كان عندك ريزرفوار كبير. حتى هاد البلاستيك غير هذا راه قاصح، خصو حاجه اللي غتزيرو مزيان. هذا هو الطريقه الاوليه، حنا هادي كنتفاداوها. نجيبو اما كروات بحال هكا، راه عنده عده اشكال من هادو من غير اللي فيهم هكا نزيرو بهم، اولا نجيبو كروه الا كان حدانا شي ميكانيسيان نطلبوها له بحال هادي. انا دابا غنستعمل جوج، جبت هادي وهادي غنستعملها مع الروبيني الثاني. راه عندي عده كروات انا اخواني. هنا كنجيبو في هذا المكان هذا كنفتحو الفتحه ديال على حساب هذا العبره هذا، ولكن
ما نفتحوهاش تجي واسعه ولا حتى شويه، تدخل مزيره نيشان، وكنخليو لها واحد سنتيم ونص اولا جوج سنتيم من الفوق طالعه الفوق، باش حتى الا طاحت شي اوساخ ولا شي حاجه كتحتل في القاع وما كتبقاش تدوز لنا لهاد البوشونات هادو ديال الكوتاكوت وتسدهم لنا. دابا غنفتحوا هاد البرميل ديالنا ونركبوا هاد الروبيني وغنشوفوا الطريقه مع بعضياتنا ان شاء الله. كنجيبوا هاد الشينيور ديالنا اخواني بالراس اللي غي... على حساب العبار ديال هاد الروبيني كما قلت لكم، اللهم يبقى مزير شويش اولا يجي واسع باش ما يبقاش يبر ديالنا. وكنخليو كما قلنا جوج سنتيم، انا غنخلي جوج سنتيم للاسفل باش اي حاجه طاحت شوائب ولا شي حاجه تبقى في القاع وما كدوز لنا شي الكوتاكوت ديالنا. غنفتحوا هذه الفتحه هذه بالنسبه لهذه اخواني، راه فيها الريكلاج كتاخذ العبار اللي بغيتي، خذ يعني كلو قيس كما كنقولوا، اعمل وجرب، هذا هو العبار اللي بغينا حنا هو هذا. بالنسبه للانسان اللي ما عارفش هذا الماتريال هادو يضرب ضريبه من يبقى يبان له يقيس حتى يجيبو نيشان. هذا هنا غندخلوه كما قلنا مزير، ها هو داخل يعني فلتاج بوحدو، راه داخل مزير بلا كروه، ها هو اخواني. دابا نهزوه منه ما كاين حتى شي مشكل، حقاش كما قلنا مدخلينو مزير، ها هو. وهنا غنجيبوه هذيك جوج سنتيم اللي قلنا غنخليو لتحت، ها هي هنا غنجيبو الروبيني ديالنا نوقفوه نيشان، وغنجيبو هاد الكروه هادي اللي تكلمنا عليها، اي كروه اللي بغيت تستعمل، انا غنعمل هادي وغنزيروها. لاحظوا معايا لداخل، وندخلو الكروه ديالنا وغنزيروه كما كتشوفوا. ها الروبيني ديالنا زيرناه، دابا راه مركب ممتاز، حتى نزلو شي حاجه من نركبو هاد الروبيني منحطوهش مباشره للارض باش ميبقاش يتقاصنا، اولا نقومو بازاله ديال هاد الفم هذا راه كيزول بالفلتاج، عاد نزلو الروبيني ديالنا باش منكسروش الروبيني هكا عاد نحطوه. بالنسبه لهاد السيو هذا نقومو نوت 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 اي الله، بالنسبه لهاد السيو هذا غنقومو بالقص ديالو، نحيدو هاد قوموا العبار اللي بغينا. للعلم اخواني هذا الشيء هذا ما كياخذش شي ثمن باهظ، راه الثمن ديالو بسيط جدا، الثمن ديالو بسيط. غناخذوا العبار اللي بغينا، انا نقطع العبار اللي بغينا وغنوريكم الطريقه كيفاش غنطراسيوه. هاد المرحله من كناخذوا العبار اللي بغينا كنزلو، نعبروا على حساب كنزلو التيو ديالنا وكندخلو حتى لعند الاسس، هذه طريقه، وكنبداو نطراسيو في كل مكان فين غنعملوا رشاشه، في كل مكان بغينا نجيبو المترو ونعبرو ما بين النبتات ديالنا مثلا بحال هكا، ما بين الاسس فين غتحط لنا الرشاشه بحال هاد الطريقه هادي، غنشوفو شحال ديال العبار بحال هكا في الوسط، في الوسط وغناخدو العبار ديالنا، هذا هو الوسط وهذا هو الوسط، وغناخدو العبار ديالنا مثلا هنا عندنا 43 سنتيم، ما بين 43 سنتيم و 43 سنتيم نعملو رشاشه، كل 43 سنتيم نعملو رشاشه. بغينا نطراسيوهم بشي حاجه نرشمو بها، نطراسيو التيو ديالنا ديريكت، نطراسيو ونفتحو، راه غنطراسيو ونفتحو. انا دابا غنكتفي بالعبار ديال المترو وغنمشي به نركبو له هاد الرشاشات هادو، انا نوريكم الطريقه كيفاش كتركب في وحده اولا جوج، وغنركب الرشاشات ديالي كاملا وباش نرجع لكم نوريكم هادو ليش كنحتاجوهم بالنسبه لهادو والكودات، ونعطيكم جميع المعلومات على هادشي هذا ان شاء الله. اولا كنجيو للتيو من الراس ديالو، كنطوي واحد التنيه هكا وكنعاودو تنيه وحده اخرى هكا باش الراس اللي غيكون محدود هذا، كنجيب واحد السميطه بحال هاد الحاله هادي، بحال هاد الحاله هكا كنزيرو عليه مزيان هذا السداده الاولى، هادي اول طريقه، هذا غيحبس لنا الماء نهائيا. كنقوموا بالقص ديال هذا، اولا كنسرحوا التيو ديالنا نيشان اخواني باش ما يجيناش يعني هاد الرشاشات ما تجيناش وحده هكا وحده دايره هكا وحده دايره هكا، كنسرحوا التيو ديالنا نيشان. بغينا نفتحوه بواحد بحال هذه، ها هي راه كتباع عند دروغري، ندخلو الفتحه ديالنا، ندخلوها فلتاج، هناخذ العبار ونفتحها قدامكم اخواني. غنخلي واحد 10 سنتيم هنا
خلي 12 سنتيم. ها هي وغنجيب هذه اللي قلنا هكا، ندخلها في الطاج، هذه كتدخل في الطاج يعني كتسهل علينا. ها هي كتدخل في الطاج هكا، صافي دخلت. ولكن منين نجبد نفتح نترها باش كتسهل عليا، وما نبقاش نفرسي حتى حتى تدخل لي من تفتح لي فتحه اخرى من التحت، ما نبقاش غير كندور. صافي كنشبر هاد الرشاشه هادي وغادي ندخلها هكا في الطريقه هادي، كتدخل ما توليش تخرج نهائيا، ولو تقطع ما تخرجش. الا بقيتي تجبدها تكسر ما تخرجش. كنفرسي شويه على التيو هكا وندخلها حتى تدخل الحد ديالها. ها هي دخلت معنا، ها هي ركبت الرشاشه ديالنا. كنمشيو في نفس الاتجاه ديالها، يعني شي واحد يضغطنا هنا مثلا كنجبدوا التيو ديالنا باش ما تبقاش تجينا وحده هكا وحده هكا. وغنعبروا دابا كما قلنا عبرنا حنايا 43 سنتيم، هي اللي غنعبروا هنا. ها هي بغيتي تعملوا غير سليك بحال هذا عادي ونفتحوا به حتى هو راه كيفتح ممتاز. انا نفتح قدامكم بجوج بهم واللي خدم لكم استعملوه بحال هكا عاوتاني كذلك ومثال. ولكن ضروري هنا نضغطوا باش ما نثقبوش من الجهه السفليه، هي اللي غتكون الجهه الافقيه. كذلك نحركوا شويه هكا ونجيبوا هذه الرشاشه ديالنا هذه وكنضغطوا عليها. ها هي اخواني، يعني راه بجوج بهم كيخدموا مزيان، ولكن بالنسبه لهذا بان لي كيتكلم كيدوز دغيا بلا ما تبقى تحاول معاه، نثقبوا غير بالسلك هكا. حنا غنمشيو كل 43 سنتيم غنعمل وحده وغادي نكمل التيو وندخلو بلاصتو لحقاش غادي يجيني معذب، حقاش كاين النباتات ندخلو بزاف ديال ما بين الاغصان، ندخلو المكان ديالو وغادي نرجع لكم نوريكم شنو غنعملو. دابا من بعد ما ركبنا هاد الرشاشات هادو هاد الكوتولات هما ركبناهم كيما كتشوفو، لاحظو معايا. دابا ندخلو التيو ديالنا، راه قبطنا شويه ديال الوقت، ندخلو التيو ديالنا في ما بين هاد الاسس هادو ما بين هاد النباتات وغنقبطوه كل تيو. هاد التيو غنقبطوه غير مع هاد اليدين ديال هاد الاسس هادو بالسميطات، واللي ما عندوش هادو نهائيا يقبطوا مع النبيته بالخيوط اولا بديك السميطات نيس، مع لو كانت شجره اولا اي حاجه يقبطوا معها. بالنسبه للارض الزراعيه راه كنحطوه كيف ما حطيناه. دابا ندخل التيو ونرجع لكم الاخوان. ها حنا من بعد ما ركبنا هذاك التيو ديالنا، لاحظوا معايا تبارك الله كيفاش جا، لاحظوا معايا كل رشاشه كنعطيوها في اسيس، كل رشاشه في اسيس، لاحظوا كيفاش كيجيو كل رشاشه في اسيس. هنا عندنا الازهر حتى من اسفل ديال الاغصان هما تبارك الله ما شاء الله، كل رشاشه كتجينا في اسيس. بالنسبه لهاد الرشاشات هادو اللي كتشوفوا كما كتشوفوا هاد الرشاشات راه عندهم الريكلاج، الا بغيتو تخرج الماء كثير راه غتسرخف، بغيتي تخرجو قليل على حسب العبر اللي بغيتي، من الاحسن تخرجوه قليل شويش. بالنسبه لهاد القنت هذا اللي هنا نهائي مره، لاحظوا كيفاش كرفناه، راه شفتوا راه هو الكرفه ديالو ها هي. وهنايا راه كل بلاصه كيف ما قلنا فيها رشاشه، كل مكان فيها رشاشه. الجهه الاخرى هذيك الجهه اللي مليح راه عملنا لها الكود، هذه اللي كتقبض هنايا باش نخرج منها التيو الروبيني، ها هي عملنا لها الكود. بغينا نطويو التيو بوحدو ولكن جانا التيو بغينا ندورو غير التيو بقى كيتسد، عملنا لها الكود. هذاك الكود هو هذا، راه كنت بينته في الاول، واحد شويه غنتكلمو عليه. الكود هو هذا باش ما كيبقاش يسد لنا الماء، هذا هو الكود. هاد الروبيني هذا ما بغيناش نعملو، هاد الروبيني الا بغينا نخدمو به كاينه هاد الجليده بحال هادي، كنثقبو البرميل ديالنا على حساب هاد الجلده كندخلوها وكندخلو هذا فيها باش ما كتبرديش. ولكن انا كنفضل الروبيني باش ملي نبقاو هذا كيتزير هنا ما كيبقاش يتفكك لنا، ملي كيبقى يتحرك الاخر ما ربما يبقى يسيل. دابا غنعمرو هاد البرميل ديالنا، واخا انا ما غنرويش اليوم وغنوريكم نطلق له شويش ديال الماء، تشوفوا الطريقه ديال الري وغنوريكم هاد بالنسبه لهاد المسائل هادي نتكلموا عليها شويش باش نزيد ناكد لكم شي امور هنايا. دابا من بعد ما عمرنا هاد البريميل دابا غنطلقوا هاد الروبيني ديالنا ونشوفوا. ها هما دابا الكوتورات ها هما سادين، لاحظوا معايا راه ما كيمقطوش نهائيا، ها هما سادين. دابا غنطلقوا هاد الروبيني ديالنا، هادشي علاش انا فضلت نعمل الروبيني، حنا طلقناه يعني كيتحل ساهل، ها هو طلقناه. غنشوفوا دابا يبقى يخرج ديك الكومبريسيون ديال الريح، هاد غيوصل الماء، ها هو وصل الماء اخواني، كلشي ها هو كينقط كلشي. هاد الفلتر هاد النقطات ديالنا هاد هما كيخرجوا. غنمشيو حتى لحد الجهه الاقصى، حنا في الوسط دابا، حنا في الوسط يعني نفس المقدار كيخرج، نفس المقدار. الا بغينا نزيدو نفتحو ديك الريكلاجات، بغينا نقصو نزيروهم في
بحال دابا هذا كينقط لاحظوا معايا، هذا كيشرول، هذا مزيره واحد شويش بحال هذا، عاوتاني ها هو خصو يتزير شويش. حنا غادي حنا كندورو معاهم ضروري واحد الدوره باش كلشي يبقى عند الناس سواسيه، كلشي يبقى يدير بحال هكا. مثلا بغينا هذا العبار هذا ولا العبار اللي كيسيل اللي بغينا نعملوه باش ما ياخذش شي اسيس اكثر من اسيس. حنا في الاسيس الاخر دابا ها هو حتى هو راه كيخرج ها الاسيس الاخر، هادو متوازنين، هادو هذا اللي هنا الاخر الثالث ديال الاخرين ها هو. هنا كنكونوا كملنا هاد النقط ديالنا، راه كيهبط الماء، لاحظوا معايا الماء راه غادي ها هو تقريبا يضرب النصف هاد 30 لتر. بالنسبه لهادو ها هما كاينين هاد الصغار، هادو ما نخدموهمش نهائيا الاشجار الكبار، دائما نجيبوا هاد الكبار هادو. لاحظوا معايا الفرق ديالهم، هادو النباتات الصغار اللي في اسس صغار واخا، اما هادو الاشجار الكبار هادو ما يقنعوش الاشجار الكبار هادو. وبالنسبه لهاد الرش هادو كيبقاو يدورو، كتبقى ترش هادي كتبقى تفركت الماء بحال الفرخه. الا كانت عندنا شي نبته النباتات اللي في الارض اولا شي اسيس كبير واخا حسين استعملنا هادي كتبقى تدور كتبقى ترش بحال الفرخه ديال الفلاحه الكبيره. وهنا غيكون هذا الموضوع ديالنا بالنسبه للري بالتنقيط. هذه العمليه راه ممتازه وكتنقص علينا من الوقت ومن المجهود، يعني كنعمروا البرميل ديالنا في واحد الدقيقه اولا نعملوا غير تي نعمروه به وكنطلقوا. هذا الشيء اللي كان عندنا في موضوع حلقه اليوم، والسلام عليكم والى اللقاء الموضوع المقبل ان شاء الله.